الكاتب والمحلل السياسي محمد الحربي، بداية أهلا بك. كيف نفهم هذا التصعيد الجديد بين دولة الإمارات الشقيقة ودولة تركيا ورد وزير الدولة السيد أنور قرقاش على تصريحات وزير الدفاع التركي الأخيرة خلوصي أكار؟ مساء الخير، تحية لك ولمشاهديك الكرام. لا، هذا سقوط دبلوماسي سياسي بامتياز حقيقة. وزير الدفاع التركي بتصريحه هذا يعني ضرب وخرق جميع الأعراف الدبلوماسية والسياسية في التعاطي مع المسائل الدولية. فهذا نهج دأبت عليه تركيا للأسف، ونترقب المشهد وتصريحه مردود عليه. نعم، طيب، وصف السيد أنور قرقاش بالتصريحات الأخيرة لخلوصي أكار بالاستفزازية ولا مكان للأوهام في هذا الزمن، أي يعني بأن ستكون هناك مواجهة عربية ضد الأطماع التركية في ليبيا؟ مواجهة مباشرة لا أتوقع في هذا الوقت الراهن على الأقل، لكن يعلم الجميع أن تركيا تنتهج مبدأ البراغماتية الانتهازية المترددة، لم تتجرأ للوصول إلى جنوب البحر الأبيض المتوسط وفي شرقه إلى ليبيا إلا بعد اتفاقهم نوفمبر 2019 مع حكومة الوفاق الوطنية وبضوء أخضر أمريكي، ولا هو لا يمكن يتعاطى مع أي مسألة من هذه المسائل. الإمارات العربية المتحدة هي في قلب الخليج، وهي امتداد للمملكة العربية السعودية وللعالم العربي بأكمله، وخاصة في المحور الشرقي. ليبيا هي امتداد لنا في المحور الشمالي الغربي، فكلاهما على ميزان واحد. لكن نستطيع أن نقول ما هي إلا تهديدات بانورامية صدرت عبر قناة الجزيرة من قطر، لا تعني ولا تقدم أي شيء حقيقة. طيب، كيف تتابع الملف الليبي وأطماع تركيا في ثروات ليبيا، وأيضا الموقف العربي والتصريحات المتكررة والبيانات أيضا جامعة الدول العربية وتجديدها دعمها للقوات المسلحة، وأيضا إلى وقف إطلاق النار وسحب جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا، بينما تركيا لازالت ترسل العديد من المرتزقة إلى غرب ليبيا؟ دولة وظيفية تعمل من المبدأ التكتيكي وليس الاستراتيجي، طبعا لها أهداف استراتيجية متقدمة الكل يعلمها. اتجهت من الشمال إلى الجنوب بعد رفضها ولفظها عام 98 من الاتحاد الأوروبي، تبحث عن الخواصر المتذبذبة خاصة الأماكن الاقتصادية، ولكن لن يتم ولن تتمدد أكثر من ذلك، وسيتم إيقافها. طيب، تصريحات وزير الخارجية أو عفوا وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وتهديده واستفزازه للدول الخليج منها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة وأيضا مصر وغيرها من القوى العربية الداعمة للقضية الليبية، بعد هذه التهديدات وهذا الاستفزاز، هل ربما سنواجه أو ربما ستواجه تركيا تهديدات مماثلة؟ والموضوع الليبي جدا معقد ومتداخل، سياسة أقطاب ومحاور، الأمور متبدلة متغيرة، لكن يعني نستطيع القول أن محور الارتكاز الأساسي هو الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعض الدول، ما هم إلا متحركون ومتغيرون. نعم، الكاتب والمحلل السياسي محمد الحربي كنت معي عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.